سيف دحمه الاب ديال فاطمه الزهراء، كانت خدامه في لوكلينيك جراده. لوكلينيك جراده كاين شارع جراده، شارع جراده سابقا الان شارع عبد الرحمن بوعبيد. هاد الدريه بنتي خدامه في 2014، خدامه في لوكلينيك جراده، وقع لها هذا المشكل في 2014. خرجت مع السبعه العشيه من هنا، مشات للخدمه ديالها، مشات للخدمه ديالها بخير وعلى خير، الطوموبيل ديالها بكل شيء مشات للخدمه ديالها. المهم مع 12 الليل جاو عندنا شي واحد جوج، واحد المراه وواحد الراجل، تيدقوا في الدار، قالوا لنا ودي راه فاطمه الزهراء واقع عليها شي مشكله راه تشوفوها. ملي مشينا لقينا الدريه في الانعاش ما فايقاش، بقينا تما حتى الصباح. الصباح عيط عليا ذاك الطبيب ديال الطبيب اللي هو دار ليها الانعاش، قال لي يا ودي فاطمه الزهراء كانت باغي تنتحر، ولقيناها في بيت الماء وحرسنا عليها بيت الماء باش خرجناها. الطبيب ديال اللي كان هذيك الليله ما عرفش الاسم ديالو. المهم ملي خرجت انا من عنده قلت له ودي البنت ما اش علاش ما تنتحر، ما عندها مشكل، ما عندها حتى شي حاجه، بخير، ما خصها حتى شي حاجه، اش تنتحر؟ قال لي ولي وقع هو هذا. ملي خرجت سولت هذاك الدري عبد الرزاق اللي كان خدام معاه، اللي خدام معاه ديك الليله في الليل، قلت له وريني بيت الماء اللي هرستو. قال لي ودي ما هرسنا حتى بيت الماء، ما كاين حتى بيت الماء مهرسه. قلت له فاطمه الزهراء، قال لي الطبيب لقيناه في بيت الماء مهرسه. قال لي لا ما كاين لا بيت الماء مهرسه لا لقيناها هنا طيحه. قلت له طيحه فيها كيفاش طيحه؟ قال لي لقيناها طيحه وراه عيطنا على الطبيب، راه كانت ماتت وراه عيطنا الطبيب ودار لها صدمات ديال القلب ودابا داوها الانعاش. المهم هادشي اللي كاين، هادشي اللي وقع تما، بقينا تما حتى الصباح. جاو البوليس تما قيدوا داكشي. ملي مشيت انا عند البوليس تما الوزير، كاين الكوميساري ديال الوزير تما، مشيت للبوليس باش ناخذ معلومات معدهم واشنو وقع. قلت لهم ودي واش خدتوا الاقراص؟ قال لك لا الاقراص ما لقيناهمش، ما كاينش اقراص. قلت له واش خدتوا الاقراص ديال التسجيل؟ لا التسجيل كاين من الزنقه حتى الانعاش. قال لك لا الاقراص ما لقينا والو، ما لقينا فيهم والو. المهم انا شفت القضيه ماشي هي هذيك، حولت هذاك الملف ديال الدريه بنتي خوتو للمعارف. مشى للمعارف عيط استدعوا الناس كي دوك اللي كانوا حاضرين. المهم الكوميساريه انا ما غاديش نعرف اش قالوا هذوك ولاش داروا. المهم السيد كيطالبني كيقول لي خرج بنتك ديها للدار، خرج بنتك ديال الدار، راه ما غاديش تبرى، راه ما غاديش تفعل، ما غاديش تترك، خرج بنتك ديال الدار وعطيني خلصني. عطاني فاكتوره فيها 23000 درهم من بولو السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه عطاني فاكتوره اخرى فيها 39000 درهم. قال لي هادشي تخلصوا ودي بنتك تحيدها من هنايا. قلت له ودي انا ما عنديش باش نخلص. قال لي ضروري تخلصني وتدي بنتك. المهم الفاكتوره الاولى هي ديال 39000 درهم، الفاكتوره الثانيه ديال 39000 درهم ها هي، والفاكتوره ديال 23000 درهم ها هي. قال لي خلصني. انا ما قلت له ودي انا دابا نشوف. قال لي خلصني ودي البنت. المهم مشيت عند الجمعيه يدفي ديال المكفوفين، حكيت لهذاك السيد رئيس الجمعيه صاحبي كنعرفو، حكيت ليه قلت له اللي وقع ليا وقع ليا في الدريه بنتي. قال لي غادي نمشيو ندفعوا الشهاده، غادي نمشيو ندفعوا شكايات في الرباط لوزاره الصحه ووزاره العدل ووزاره التشغيل والمديريه العام ديال الامن الوطني. مشينا غادي في الطريق باش ندفعوا لهم هاد الشكايات. وصلنا للبياز ديال بوزنيقه، هذاك الرئيس ديال الجمعيه عيط على اذاعه ديال الاصوات، قال لهم اودي عندنا واحد المشكل في كنيك جراده، خصكم تصوروا تما وتشوفوا لنا المشكل كيفاش داير. قطعوا معاه، هو عيط عليا مولا كونينيك، عيط عليا مولا كونينيك، قال لي مشيتي للجمعيه ومشيتي للجمعيه ومشيتي للاذاعه باش تسد لي على كونينيك، وانا باغي نخدم 100 ديال الناس، نخدم 100 ديال الناس وبين 100 اخرى تسد لي. قلت له ودي ما نسد لك 100 ديال كونينيك، انا ما عنديش باش نخلص. قلت له خلص 39000 درهم و 23000 درهم وانا ما عنديش باش نخلص، مشيت للجمعيه باش يجمعوا لي باش نخلص. قال لي يا سيدي ما بقيت غتخلص والو. وعندنا حنا التسجيل كنسجلوا هذيك الساعه في هذاك السيد ملي كنا كندويو. قال لي ما بقيت غتخلص والو. قلت لي كيفاش داير؟ غندوها لكونيك جراده، لكونيك سانتر النور. قال لي غنهزوها ندوها لسانتر النور، هو اللي غادي يلق لهاد الدريه. قلت له سانتر النور؟ قال لي 5 د المنايل وانا ما عنديش. قال لي هذاك الشيء ما غتخلص فيه والو. المهم عيط على لابيلانس، عطاهم شاك ديال 3 د المنايل،
دينا السيده الكلينيك ديال سنتر نور تما تعالج. تسجيل ديتو للكوميساريه، التسجيل ديالنا اللي سجلنا بانه ديك الهضره اللي دارت بيناتنا حنا ومول وسيد طالب مول المدير ديال الكلينيك ديال جراده دكتور طالب، ديتو للكوميساريه بانه هذا السيد اللي دار معايا واللي دار معايا واللي دار معايا، عيطوا عليه قال لي هذا التسجيل ديالك، قال لي مديالي، قال لي واش كتقول، قال لي دابا صافي راه انت دينا السيده غادي دوها للكلينيك. المهم هو يا ملي شافنا سجلناه مشى صيفط لي انذار على طريق المحكمه، قال لك بان هذا السيد كيتسالني 20 مليون و500 الف فرانك اللي كيتسالها لي في ديك 25 مليون اللي جلست بنتي عنده في لاكلينيك، 25 مليون اللي دخلت عندي، قال لك كيتسالني هاد الفلوس، صيفط لي انذار باش نعطيه هنا 20 مليون و500 الف فرانك. ها الانذار، شديت هذاك الانذار ومشيت كنسول على هاد البنت اللي هو كيقول لي خلص عليها هاد الفلوس، كنسول على هاد البنت واش هاد البنت ما خاد والو من لاسورانس ديالها، هي عندها لاسينيسيس ما خاد والو من لاسورانس. ملي مشيت لقيت عطاوني لاسيني الشهاده بانه هو خايد فيها 8 د المنايل و 879 الف فرانك اللي خايد في هذيك 25 مليون. شديت هاد الشهاده وشديت هاد الانذار ومشيت للكوميساريه وريتو ليهم وعيطوا عليه، قال لي انت يا السيد كتقول لي خلص لي 25 مليون وخايد 9 مليون، السيدة قالت عندك 25 يوم وكانت خدامه عندك، وقلت السيد خلص، قال لي يا سيدي ما بقى غادي يخلص والو انا سمحت ليه في كل شيء. قال لي وهاد 9 مليون اللي خايد منها، قال لي هذيك ديال الدواء اللي كنا شرينا ليها اللي كانت ناعسه تما. المهم انا كنطلب من المسؤولين ومن جلاله الملك الله ينصرو ومن جميع اللي عنده حق في هاد الملف الله يجازيكم بخير، باش هاد الملف راه قعد خمس سنين، هادي من 28 في شهر 11 2014 الى يومنا هذا هو باقي في المحكمه والكوميساريه ما تدفعش عند الوكيل. وكنطلب من هاد لاكلينيك جراده بانه يعطيني الاقراص ديال التسجيل اللي كانت بنتي فيها باغا تنتحر، الا كان عطاني هاد الاقراص انا راه كنسامح ليه في كل شيء. ما عطانيش هاد الاقراص راه هو اللي مسؤول على بنتي اللي هما كانوا بيقتلوها ولا كانوا بيديروا ليها. وهاد الملف راه فيه يد خفيه اللي هي تابعه هاد الملف، ما خلاتوش يتحرك من الكوميساريه لعند الوكيل، من عند الوكيل مشيت شحال من خطره للكوميساريه ومشيت شحال من خطره عند الوكيل وغوت تما تعيت وما كاينش اللي عطاني حق. الله يجازيكم بخير، مول اللي هو مسؤول واللي عنده واحد 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 النفس اللي هي كدافع على المسلمين وكدافع على الناس ديال الحقوق. الله يجازيكم بخير. هاد الملف راه تعطل بزاف، وهاد الملف راه فيه يد خافيه اللي هي كتابعو باش ما يخرجش للوجود، وهو باقي الان هو باقي في المحكمه. البنت ها هي، هاد التصويره ديالها باش كتعيش، هاد التصويره ديالها باش كتعيش. هاد السيده كنعطوها الدواء وكنعطوها الماكله بالتيو المعده ديالها ديريكت، وهاد السيده كتنفس بالثقبه كاينه في القجود ديالها هنا، وحنا مكرفسين معاها، بعنا اللي ورانا وقدامنا باش كنشرو لها الدواء باش كنداو هاد السيده، وكنشرو لها الكلينيكس وكنشرو لها الكوش وكنشرو لها كل شيء، وحنا ضايعين. وهاد السيد تعدى علينا الله ياخذ فيه الحق، وهاد السيده مظلومه 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 بزاف، لان هاد السيده ما هي ديال الانتحار وما هي ديال داكشي اللي كيقول هاد الناس. هاد الشيء سيده وقع لها مشكل في لاكلينيك، ضربها شي حد ولا شي حد طاحت وبغى يعتقوها وضربوا لها شي بره ديال البنج اللي سمعت انا، ضربوا لها شي بره ديال البنج، والسيده راه ميته حيه، ميته حيه، ما كاينش دويه، ما كدوي، ما كتفيق، ما كتكلم، ما كاين حتى شي حاجه، عينين محلولين، وشوف تشوف ولا ما تشوفش الله اعلم، وحاج واش كتشوف، واللي كاين هو هذا. والله يجازيكم بخير، والله ينصر سيدنا، وحنا كنطلبوا من سيدنا محمد السادس الله ينصره والله يخلي له وليداته باش يشوف هذا الملف ويدخل فيه ويعطي القانون باش يخرج هذا الملف للوجود. الا كاين فيه شي حق ناخذوه، ما كاينش فيه شي حق حنا تابعين الحق. الله يجازيكم بخير والله يرحم والدين. فاطمه زهره، فاطمه زهره،
هذه الحالة هذه من 2014. من 2014 قال هذا المشكل هذا أول مرة. هالماكلة ملي كنعطيو هالماكلة كل شيء تيطوروش قلتي ملي كنعطيو الماكلة هو هذا هذا عندك المعدن الداخل ودابا راك حال خصو يتبدل دابا هذا عاوتاني يتبدل ب 8000 درهم باش كيتبدل هذا الطي حنا كنيني هنا كتنفس هذه التقبريت انا ملي كتنفس لانه ما فايقاش باش تنفس ديريكت من الجوف ديالها كاين شي مساعدات ديال الجمعيات في هذاك ولا كاين خويا والو ما كاين لا مساعدات لا والو مساعدات لا والو ما كاين حتى شي حاجه لا شي واحد ولا هكا عيط عليك شي نهار ما كاينش حق ما كاينش شي جمعيات اللي هما معاونين في شي حاجه اللي هي مهمه ما كايناش شنو هي المعاناه اللي عانيتو معاها من نهار جبتو من نهار جبنا وحنا كنعطوها انت انت هادي كوش كنديرها بالخشب ها هي هادي كوش هادي هادي شدامي الدواء ها الدواء فينا هو الدواء ها هو يلاه شريتو الدواء راه كنشريها من البقيات هنا كنشري الدواء ديال 3 شهور شحال كتقام هاد الثمن تقريبا؟ هاد الدواء راه دفعت لي داك النهار 210000 فرانك 210 فرانك في 3 شهور مازال نقص ليها شي دواء نقصوا ليا الطبيب قلت له حيدوا ليا قلت له هذا من هذا ضروري هذا كنصرف فيه 6 في النهار ضروري منو هذا ما كيحيدش لها لانه هو اللي كيخلي يديها شويه مخيل وداك الشيء ديال الاعصاب ما جبت من داك الفرماسي هذا ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24 وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.